أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية للمواطنين والتي تتضمن الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة والتعويض عن حريق المساكن بلغت 15529 معاملة، وذلك في الفترة من 18 من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل عام 2020، حيث يأتي الحرص على إتمام المعاملات عن بعد في إطار الحرص على سلامة الجميع بما فيهم الفئات المستهدفة وضمان استمرارية صرف المستحقات المالية في موعدها المحدد. وحرصت إدارة المساعدات الاجتماعية بالوزارة على وضع خطط وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أصبح بإمكان المواطن أن يؤدي المعاملة بصورة آمنة إلكترونيا مع إمكانية استخدام الخدمات التي تقدمها الإدارة على كافة المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.